يفوز ويجي واسعد الله وتبعكم بكل خير تبع المنطقه او المكان ده عفوا نكتب الجوف ويرتفع فيه ويطلع فيه عالي شويه بصراحه حبيت اصور المكان ده من الصراحه بتطلع حلوه في التصوير يعجبني ان انا اصور الموبة تطلع كده زي ما انتم شايفين ويطلع الصوره حلوه يعجبني ان انا لما اصور وطبعا انا عندي فن تصوير يعني مساوي يعني نص نص وعايز اقول لكم يا محبين بحر اسكندريه اذا عجبكم الفيديو اشتركوا واعملوا لايكات وتعليقات حلوه مع تفعيل الجرس طبعا انا من اسكندريه ما حدش يقول لي انت منين ومن منين ولا من هند ولا من المريخ انا من اسكندريه وحياتي كلها في اسكندريه انا من اسكندريه ومصر وشكرا لكم طبعا الموج جاي علينا ويا سلام لما تبقى فنان في التصوير وتصور الموج يطلع فوق الطوب والنهارده الجو بصراحه يستاهل الخروجات والطلعات والاعداد الحلوه وقال عليك يا معلم قال عليك تعالى يا معلم اهلا وسهلا بيك بحر اسكندريه برحب بكم ايها الحبايب وكل بيحب بحر اسكندريه وجوها وحلاوتها وعايز كل يتفاعل مع القناه لان انا فعلا بنزل فيديوهات حلوه ومنوعه.